سوف تنضم إلينا شبكة مراسلين من المناطق العربية، من إدلب خالد الإدلبي، من إسطنبول عدنان جان، ومن بيروت علي رباح، ومن القدس مراسلنا أمير الخطيب. نبدأ مع إدلب. إذن خالد، هناك وصول مساعدات أممية إلى إدلب بما فيها غذائية وطبية، ما الذي تحمله من مساعدات طبية؟ هل يمكن أن تسد النقص الموجود في المخيمات؟ يبدو أن خالد لا يسمعنا، سوف نعود إليه حال توفر الاتصال. من إسطنبول عدنان جان، أهلا بك عدنان. هناك تقريبا 88 دولة تطلب مساعدات، أو بما يعني إجراءات أدوات وقاية طبية من تركيا. هل لدى تركيا ما يوجد لمساعدتها داخليا لتوفير الطلب على الوقاية داخليا وخارجيا لتوريد هذه المساعدات؟ فقط قبل الإجابة على هذا السؤال دعيني أورد آخر الإحصائيات التي أعلن عنها وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة قبل دقائق. الوفيات اليوم تم تسجيل 79 حالة وفاة جديدة في تركيا، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 356 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا. أيضا تم تسجيل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2456 إصابة جديدة بهذا الفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي في تركيا إلى أكثر من 18,000 شخص مصاب بهذا الفيروس. أيضا هناك حالات شفاء نحو 416 شخصا تماثلوا للشفاء التام من هذا الفيروس. هناك مزيد من الإجراءات التي تتخذها الحكومة التركية للحد من انتشار هذا الفيروس الذي ينتشر في 82 ولاية تركية، أي في جميع الولايات التركية هناك تم تسجيل إصابات. أما فيما يتعلق بالمساعدات الطبية، وزير الصحة التركي اليوم يقول بأن 88 دولة طلبت من تركيا تزويدها بالمعدات الطبية ومن ضمنها الكمامات. ألمانيا على سبيل المثال طلبت 2,000,000 كمامة، وسوف يتم تزويدها بهذه الكمامات في القريب العاجل. أيضا بريطانيا طلبت كمامات من الجانب التركي. على ما يبدو تركيا سوف تقول بأنها لديها القدرة على تقديم المساعدات للدول المتضررة. أيضا البنية التحتية لتركيا فيما يتعلق بالمشافي والقدرة الاستيعابية أيضا بإمكانها استيعاب الأعداد المتزايدة للمصابين خلال المرحلة المقبلة. وبالتالي اليوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول بأن بلاده على حالها أفضل من حال الكثير من الدول الأوروبية، سواء من ناحية الخدمات الطبية أو القدرة الاستيعابية للمشافي هنا. ابقى معي عدنان، أتحول إلى بيروت مع علي رباح. علي، ما هي آخر الإحصائيات بالوفيات والإصابات والقدرة الاستيعابية للقطاع الصحي اللبناني؟ نعم صبا، في الحقيقة كان هناك بيان لوزارة الصحة اليوم سجلت فيه ارتفاع الإصابات ليبلغ 494 إصابة، بزيادة 15 إصابة خلال يوم أمس. أيضا تم تسجيل 4 وفيات ليكون إجمالي عدد الوفيات 16، طبعا من ضمنهم وفاة سفيرة الفلبين كاتالا اليوم في مستشفى جبل يسوع طبعا في جبل لبنان. طبعا علمت أيضا كما ذكر الزميل حسين خريس في تقريره، علمت التلفزيون العربي بأن هناك إجراءات حالية لنقل السفيرة إلى بلادها نزولا عند رغبة أهلها. بخصوص الإجراءات التي تقوم بها السلطة، كان هناك تشدد خاصة بعد ظهر اليوم، حلقت طائرات الجيش اللبناني في سماء طرابلس، دعت الناس إلى البقاء في منازلها أو بالحد الأدنى إلى عدم التجمع تحت طائلة المسؤولية. أيضا في بيروت يعني سير الجيش اللبناني والقوى الأمنية الدوريات منذ الساعة الخامسة أو السادسة مساء ما قبل الدخول في منع التجول الذي يبدأ منذ الساعة السابعة. طبعا هذا يأتي يعني ردا على الغضب الذي حدث في الشارع، بما أن معظم الشوارع والطرقات اليوم يوم أمس شهدت حركة سير
طبيعية، وكان هناك خشية بين اللبنانيين من أن يتم هناك انفجار في كورونا كما حدث في أوروبا بسبب ما يصفه الناس استهتار الموجود في الشارع. نعم صبا. نعم علي، ابقى معي قبل أن أنتقل إلى القدس. فرنسا تعلن بأن عدد الوفيات حتى الآن لآخر 24 ساعة وصل إلى 471 حالة وفاة، وعدد الوفيات بالمجمل إلى 4500 تقريبا. نكمل مع القدس مع مراسلنا أمير الخطيب. أمير، إذا كيف هي الصورة، منحنى الأرقام، إلى أين وصل في إسرائيل مع دخول المسؤولين الإسرائيليين من قمة الهرم في العزل الذاتي، وأيضا مصاب بعضهم بكورونا مثل وزير الصحة؟ نعم، لحاضرة المسائية الأخيرة والأحدث لوزارة الصحة الإسرائيلية تحدثت عن 6808 إصابات، كما ارتفع عدد الوفيات بثمان حالات هذا النهار خلال 24 ساعة ليصل إلى 34 حالة وفاة. نحن نتحدث عن معطيات تتسارع وتعلو بشكل كبير. فضلا عن ذلك، اليوم الحديث كله كان عن إصابة وزير الصحة الإسرائيلي يعقوب ليتسمان بفيروس كورونا، وأثار ذلك الكثير من التساؤلات حول المسؤولين وكبار المسؤولين الذين التقوا بليتسمان، على سبيل المثال بنيامين نتنياهو رئيس حكومة إسرائيل وكذلك رئيس الموساد، مع أنه تم التأكيد قبل ساعة من الآن تقريبا بأن رئيس الموساد غير مصاب بفيروس كورونا. وسائل الإعلام الإسرائيلية كشفت قبل لحظات قليلة جدا بأن وزير الصحة الإسرائيلي أصيب بفيروس كورونا بعد خرقه لجميع الإجراءات الاحترازية وعدم تقيده بأي من التقييدات التي كان هو جزء من إقرارها، على سبيل المثال إقامة الصلوات الجماعية اليهودية. نعم. وعندما نتحدث عن هذا الموضوع، هذا الموضوع اليوم في إسرائيل هو الأكثر جدلا لعدم قدرة الحكومة السيطرة على هذا المجتمع. لتفسير ذلك ربما علينا أن نشير وأن ننوه بأن الأمر ليس بأن الحكومة لا تستطيع السيطرة، وإنما حكومة إسرائيل يحكمها أو تحكمها شريحتان. نعم. المتدينون المتزمتون في إسرائيل وهم الحريديين والمستوطنين. نتنياهو اليوم يغازل المتدينين، لا يقوى على السيطرة على انتشار الفيروس في هذه الأوساط. نعم أمير، إذا كان يعني وزير الصحة لا يعنى بإجراءات الحماية والوقاية من كورونا، فكيف هو القطاع الصحي في إسرائيل؟ ابقى معنا، ننتقل إلى إدلب. خالد الإدلبي توفر الاتصال به. إذا خالد، هناك مساعدات أممية وصلت إلى داخل إدلب والمخيمات على الحدود السورية التركية، إلى أي مدى سوف تسد النقص والاحتياج في هذه المخيمات للوقاية من كورونا؟ نعم صبا، بالفعل دخلت قافلة مساعدات أممية باتجاه الداخل السوري، لكن حتى الآن لم توزع هذه المساعدات على النازحين، تم تسليمها لمنظمات إغاثية استعدادا لتسليمها للنازحين. هذه الإغاثات هي إغاثات تشمل بعض المؤن والمساعدات لنازحي المخيمات. بالعودة إلى موضوع كورونا، هناك تخوف كبير من انتشار هذا الفيروس في إدلب بسبب اكتظاظ مخيمات النازحين. في الأيام الماضية تم الاشتباه ب20 حالة بالإصابة بالفيروس، لكن جميع النتائج خرجت بنتائج سلبية، أي أنه لا يوجد حتى هذه اللحظة أي إصابات معلنة داخل محافظة إدلب. بدأت المنظمات والفرق الطبية داخل إدلب بحملات توعية، بحملات تعقيم للمخيمات والمرافق العامة، لكن تحذر المنظمات الطبية والمستشفيات من تفشي هذا الفيروس في إدلب بسبب انعدام الخدمات الطبية وسوء الخدمات الطبية جراء المعارك الأخيرة والمعارك المستمرة وتدمير قوات النظام لهذه المستشفيات. تقول الجهات الطبية أن هناك دولا عظمى ودول كبيرة كالدول الأوروبية باتت عاجزة عن استيعاب فيروس كورونا، وفي هذا الفيروس في إدلب ستكون هناك
كارثة حقيقية لم تشهدها أي دولة على مستوى العالم، بسبب كما ذكرت عدم وجود أي وسائل وقائية واكتظاظ المخيمات واشتراك النازحين إن كان بالمياه وإن كان بدورات المياه وكل مستلزمات الحياة اليومية. نتمنى سلامة الناس في المخيمات في كل مكان في إدلب وفي تركيا والأردن ولبنان من هذا الوباء وسائر العالم. شكرا لك خالد الإدربي من إدلب، وأشكر أيضا عدنان جان من إسطنبول وعلي رباح من بيروت، أيضا نشكر من القدس مراسلنا أمير الخطيب. شكرا جزيلا لكم جميعا.